مباراة صعبة اليوم، أنا اللي أشوفه النجمة إذا ما صحح أخطاء المباراة اللي طافت أنت اليوم تطلع من البطولة. شنو الأخطاء اللي طافت؟ أخطاء فنية؟ وليش ما تقول المدرب ذكي عرف شلون يتعامل مع المباراة اللي طافت علشان هذه المباراة؟ يعني هو خش وراقة وما طلع بكل قوته عشان ذي المباراة بس؟ علشان ذي مو علشان ذي المباراة، علشان يشيل الكاس ويوديه الجفير. يعني الناجمة قادرين يحافظون على اللقب بوصول النهائي اليوم؟ بإذن الله إن شاء الله. تكاتف جمهور، لاعبين، مجلس إدارة، الكل قاعد يجتهد ويكافئ علشان ثبات البطولة مكانها الطبيعي. قاعدها الناجمة الليلة؟ من زمان قاعدها وقاعدها وقدود بعد. بإذن الله إن شاء الله فانا ستيب باي ستيب نروح النهائي إن شاء الله، وفي النهائي لكل حادث حديث إن شاء الله. الناجمة قاعدها الليلة؟ أكيد أكيد قاعدها، مباراة صعبة مع فريق بطل الإمارات، بس فريقنا قادر يوم يفوز ويتأهل النهائي. بس أنا اللي أشوفه أن المباراة اللي طافت يعني كأن المدرب سيد علي فلاح استنفذ كل أوراقه، الناجمة ما صار عندهم خيارات في الملعب، واجهوا صعوبة، أخطاء فنية وايد. يعني أنت اليوم قاعد تواجه فريق يمتاز بقوة بدنية، عنده محترفين على مستوى، الأخطاء اللي أنتوا طبيتوا فيها المباراة اللي طافت المفروض اليوم ما تتكرر. المباراة اللي طافت سوينا وايد تيرن اوفر، يعني يمكن الشوط الأولي بس سوينا 8 تيرن اوفر. إنزين اللاعبين كانوا داشين متوترين، كانوا يبون المركز الأول، عشان شي شفت التيرن اوفر وايد. إن شاء الله بس اليوم الله يوفقهم. فريق الياد يغطي على خفاقات القدم في السنوات اللي طافت؟ أكيد أكيد أكيد، فريق الياد إنجازاته في النادي أكثر من أي لعبة الحين. كيف فريق القدم تعبكم؟ لا والله ما متعبيننا، الحمد لله احنا مصادين دوري الدرجة الثانية بس بعد يعني. بس مو مكانكم دي. راح نرجع ان شاء الله اقوى الموسم الجاي. بس ما بترجع ترد تهبط عقب؟ لا لا لا، عندنا ادارة واعية، عندنا مجلس ادارة واعي، عندنا رئيس بمبارك ما بيقصر مع اللعبات كلها بعدها. ان شاء الله احنا واجعين بقوة بعد. اليوم مباراة وايد مهمة ضد فريق قوي. يعني هي مباراة وصول النهائي والحفاظ على اللقب، النجمة على الأخطاء اللي وقع فيها في المباراة اللي طافت، قادر إنه يفوز اليوم؟ أكيد طبعًا النجمة قادر يفوز، فريق زين، لاعبين ما شاء الله زينين، يعني حسن قضاح وأحمد الأحمر نجوم طبعًا، ما تقدر تقول شيء غير كذا يعني، فبس إن شاء الله المكسب اليوم مضمون وما تعلموا من الخطأ اللي طاف، واليوم إن شاء الله بيصير النتيجة زينة. بس شفناهم مباراة العربي يعني كأن لاعبين العربي مباراة العربي يعني حدوا من خطوراتهم في الملعب وخاصة يعني لاعب مثل حسن قداح يعني يدش من النص ما قدر يدش. يعني بعد الحين يبي ينسجم شوي بعد ما صار له شهر مني يعني ما اتأمل، بس ان شاء الله اليوم بيسوي شغل زين، انا احب حسن قداح ان شاء الله زين اليوم. بس الناجم ما يفتقد علي عيد وكميل محفوظ ومهدي سعد؟ طبعا اسامي عودة ذي يعني ما فيها كلام، بس بعد يعني عندهم نجوم الحين يسوونه ان شاء الله بطولة في النجمه.